النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي شهد انطلاق فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا كايرو اي سي تي 23 اللي بينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهيستمر لحد يوم الأربعاء 22. رئيس الوزراء تفقد أجنحة المعرض وشاف مشاركات من 400 شركة عالمية من وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة العدل، بالإضافة لتمثيل من القوات المسلحة من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وغيرها من الشركات الوطنية والإقليمية والدولية. رئيس الوزراء شاف فيلم تسجيلي عن نشاطات البنك المركزي، زار جناح وزارة العدل، سمع لشرح المستشار عمر مروان عن آليات ما كانت المحررات الرسمية، وتفقد جناح وزارة الصحة ورصد إنشاء مركزين لدعم واتخاذ القرار في الوزارة، وزار جناح وزارة التربية والتعليم اللي استعرض فيه تطبيقات ذكاء صناعي بيتم استخدامها دلوقتي في وسائل التعليم الحديث. برحب بدكتور عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للنظم الإلكترونية. أهلا وسهلا دكتور عمرو. أهلا وسهلا فندم، وتحياتي لمشاهدينا في القراءة. دكتور عمرو، يعني شركة الدلتا من الشركات الرائدة وكانت مشاركة في معرض هذا العام، فحضرتك تدينا كده نبذة الشركة قدمت إيه خلال هذا المعرض؟ حقيقة شركة الدلتا من الشركات العريقة في مجال الأنظمة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات منذ منتصف الثمانينات، وليها باع طويل في خدمة القطاع يعني منذ ذلك الحين. وفي الفترة الأخيرة الشركة كانت مركزة على دعم التحول الرقمي للدولة المصرية، واشتركت في عدة مشاريع عملاقة من ضمنها مشروع الفاتورة الإلكترونية لوزارة المالية، وأيضا مشروع الإيثار الإلكتروني لوزارة المالية، مشروع ما كانت المستشفيات الجامعية، مشروع ما كانت الامتحانات للجامعات، مشروع مرفقي المية والكهرباء للعدادات مسبقة الدفع والكروت وميكانتها. فالحقيقة يعني مشاريع كبيرة وعملاقة جدا شركة الدلتا مركزة عليها. يمكن الجديد برضو السنة دي اللي احنا بنقدمه في المعرض هو نظام الحوسبة السحابية دلتا كلاود، اللي عامل نظام متكامل باستضافة أنظمة تكنولوجيا المعلومات بعقول مصرية 100% وحلول كاملة لاستضافة التطبيقات والبيانات داخل حدود مصر. وفي ظل يمكن الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها، دفع بالعملة المصرية، وبالتالي يعتبر حل أمثل لكل الشركات العاملة في مصر. هناك أيضا خدمات التوقيع الإلكتروني اللي بتعضد تطبيقات التحول الرقمي والتحقق من الهوية والشخصية اللي بتقدمها عن طريق خدمات دلتا تراست. طب دكتور عمرو، يعني ايه اهمية مشاركتكم؟ يعني انا شايف ان في الكثير من المشروعات، ان ما كانش معظم المشروعات تهتم بجهات حكومية، لماذا هذا المعرض ولماذا في هذا التوقيت؟ هو يعني الحقيقة هذا المعرض يعني يعتبر يمكن عرس في الإقطاع الاستيراد تكنولوجيا المعلومات في مصر، وبيبقى يعني فرصة إنه الشركات تتقابل وتشوف ما هو جديد في هذا القطاع. أيضا هذا المعرض مهم للمنطقة اللي احنا فيها، الشرق الأوسط وأفريقيا. مصر بتمثل ويمكن المهارات اللي في مصر بتمثل العصب لمشاريع التحول الرقمي أيضا في عدة دول في الشرق الأوسط وفي أفريقيا، وبالتالي برضو بنشهد ضيوف من هذه الدول يطلعوا على ما هو موجود في الشركات العاملة في هذا المجال في داخل جمهورية مصر العربية. إحنا يعني مصر تعتبر غنية بمواردها البشرية، وإحنا الحقيقة يعني كنا دائما نقدر نقول الهب أو مجمع للمهارات لكل المنطقة. الكلام ده يمكن من خلال 30-40 سنة اللي فاتوا، وزاد في الفترة الأخيرة. فبالتالي يعني يمكن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعتبر امتداد للقوة الناعمة
المصريه في مجال في هذا المجال. يعني ربنا يوفقكم ان شاء الله في المعرض، وربنا يوفقكم عموما، لان اعتقد ان قطاع تكنولوجيا المعلومات مؤهل ان هو يبقى يحقق الكثير من الصادرات بكلفه في معظمها هي في تطوير العامل البشري المصري وخاصه من الشباب. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لشركه الدلتا للانظمه الالكترونيه. موضوع طارح نفسه على الساحة بقوة هو موضوع الأمن السيبراني. فالأمن السيبراني ده موضوع يعني اللي بيحصل فيه، وإحنا سمعنا أكيد إن في شركة مدفوعات لسه من حوالي أسبوع أو شوية أكتر تعرضت لهجمة سيبرانية وأثرت بشكل من الأشكال، أو تم التعامل معها بشكل من الأشكال. أنا ما عنديش المعلومات كاملة مدى التأثير السلبي ومدى معالجة الأمر، وبنسمع كل يوم عن حاجة جديدة بتحصل في ده. عندنا في مصر شركة مصرية بتشتغل في مجال الأمن السيبراني، وتطورت بعد كده وابتدت تدخل في مجالات تانية زي المجالات الذكاء الاصطناعي وغيرها. الشركة دي الحقيقة سمعتها بقت سابقاها في المنطقة، لأنها قدرت إنها تحقق حالة من حالات الحوكمة للكثير من القطاعات في مصر حتى لا تتعرض للهجمات السيبرانية، وإن تعرضت يمكن التعامل معها بشكل سريع. الشركة دي اسمها شركة ساي شيلد، هي شركة مهمة جدا رغم حداثة عمرها في السوق المصري والعالمي، لكن النجاحات الكبيرة اللي حققتها بيشهد بيها الجميع. خلوني أرحب بالأستاذ عمر الشربيني مدير قطاع تطوير الأعمال في شركة ساي شيلد. أهلا وسهلا أستاذ عمر. أهلا وسهلا أستاذ أسامة، مساء الخير على حضرتك وعلى جميع المشاهدين. أستاذ عمر، يعني في التقديم اللي أنا قلته عن ساي شيلد أنا أخفلت إيه من المعلومات عن الشركة اللي أنا الحقيقة يعني بسعد بيها لما بسمع عنها أو لما بشوف نوعية الشباب اللي شغالين فيها؟ العفو يا فندم، لم تخفل شيء. احنا فعلا شركة نشأت في 2016، كانت بدايتنا فعلا وتركيزنا على امن المعلومات، وازاي ان احنا بدأنا بخدمات لمراجعة الحالة الامنية ومن اختبارات اختراق وخدمات استشارية مختلفة، لان دايما ان احنا بنناشد المؤسسات سواء الحكومية او الخاصة قبل الاستثمار في عنصر معين زي العنصر البشري او التكنولوجيا او الاجراءات والسياسات، ان احنا نقيم وضعنا الاول عشان نبدا نوجه الاستثمارات بشكل صحيح. وطبعا انشانا بجانب ده في بداياتنا فريق الاستجابه لطوارئ او حوادث الاختراق او الحوادث الامنيه المعلوماتيه، بحيث ان احنا نقدر نساعد المؤسسات سواء برضه حكوميه او خاصه لو لا قدر الله تعرضت لاختراق ازاي تقدر تتعامل معاه بشكل سريع. ويمكن دي ثالث مشاركه لينا في مؤتمر كايرو اي سي تي، واللي شهد تطورنا زي ما سيادتك تفضلت، ان احنا ان احنا بنقدم استشارات في مجال امن المعلومات، لان احنا تطورنا الى ان احنا بقينا مقدمين للخدمات الرقميه بصوره اعم واشمل، من تطوير لانظمه وتطوير لبرمجيات مؤمنه من البدايه، ازاي نقدر نستفيد بده بعقول مصريه بايادي مصريه، ان احنا نعمل منتجات الكترونيه نقدر ننافس بها شركات عالميه، زي ان احنا نعمل او سي ار او اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن، تطبيق بيستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أو الماشين ليرنينج، إن هو يقدر يستخرج الحروف العربية ليها استخدامات كتير، إن أنا أرقمن التراث المصري عشان ما أخدش الحاجة المكتوبة أخدها صورة مش قادر أتعامل معها، ده أنا أقدر أخدها ككتابة وأقدر أدخل عليها أزود تشكيل أعدل غلطة موجودة في الهجاء أو حاجة زي كده، ويكون محتوى أقدر أطلع منه بعملية بحثية تفيدني اكتر، ان انا ممكن استخدم ده في استخراج بيانات تستخدم في حاجه زي الهويه الرقميه وما خلافه. ايضا شرفنا ان احنا شاركنا في مشاريع عملاقه اهمها يمكن اللي تم الاعلان عنه الفتره اللي فاتت هو كارت المواطن، احنا شرفنا ان احنا كنا نفذنا هذا المشروع بشكل كامل. نعم. طيب يعني النهارده الناس لما تيجي هتشوف ايه في ساي شيلد لو جم زاروكم في المعرض بكره او بعده او بعده، ايه الحاجات اللي انتم بتقدموها للناس عشان خاطر يشوفوها؟ وسمعت ان انتم عندكم اكتر من موقع في المعرض، جزء مخصص للشباب وجزء مخصص للاعمال.
مظبوط يا فندم، احنا بنشارك في المعرض فعلا بثلاث مشاركات. المشاركه الاولى يمكن ان احنا عندنا متحدثين في الندوات اللي بتقام بين مختلف الشركات والمؤسسات اللي بيتم التعرض فيها لمواضيع محدده في مجال امن المعلومات، بنشارك بخبراتنا فيها وبنستفيد من خبرات الاخرين ايضا. يمكن من الحاجات اللي كانت عظيمه ان احنا شايفين تواجد اقليمي ومحلي ودولي، شايفين حتى تواجد من جنسيات مختلفه، مش بس تواجد محلي. بنشارك ايضا في زي ما سيادتك تفضلت في الكونكتا اللي هو المؤتمر اللي بيقام للشباب، بنعمل زي مسابقات للشباب ان هم يبداوا يعرفوا او يجاوبوا على اسئله خاصة بأمن المعلومات، وأيضا ندوات أو بنقدم لهم بنتكلم عن مواضيع في مجال أمن المعلومات إزاي يقدروا يبدأوا فيه، لأن أغلب الشباب بتسأل أنا أبدأ منين؟ أتوجه لفين؟ فبنعرفهم إيه المجالات، يتعلموا إيه عشان يقدروا بعد كده يكونوا هم النواة اللي بنستخدمها في شركاتنا ومؤسساتنا إن إحنا نساعد بها الدولة. الجزء الثالث طبعا هو المعرض، إن إحنا بنشارك عندنا بوث بنشارك فيه، بنعرض فيه منتجاتنا الإلكترونية اللي إحنا أنتجناها بيادي مصريه في مجال السمارت سيتيز، في مجال الاي او تي سولوشنز، في مجال الكمبيوتر فيجن، ازاي ان انا اقدر عندي باستخدام الذكاء الاصطناعي احدد اوبجكتس معينه. ده بيستخدم بشكل واسع جدا في المصانع، ان انا اقدر اشوف الامن والسلامه، العاملين لابسين خوازهم ولا لا. ليه اكتر من استخدام طبعا، يعني ده على سبيل المثال وليس الحصر، لان استخداماتهم كتير، الارتفيشال انتليجنس استخداماته كتير جدا. طب انا عارف ان انتوا طورتوا حاجه اللي هي الاي سيم او شريحه الموبايل الالكترونيه دي، خلاص يعني لو دي اتطبقت فعلا هيبقى مش محتاجين نحط شريحه جوه التليفون ونشيلها، مش كده؟ والله سيادتك احنا فعلا شغالين بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ان احنا نتمم تنفيذ هذا المشروع. لسه طبعا هو في تواصل وتنسيق دائم مع جهاز قناة تنظيم الاتصالات عشان نشوف حاجة زي كده على أرض مصر، إن احنا بنواكب ونتطور مع التكنولوجيا العالمية. تمام. طب بالنسبة كده سؤال أخير، بالنسبة للمسابقات بتاعة الشباب واللي فيها جوائز وهدايا دي، لو جينا بكرة هتدونا جوائز؟ طبعا يا فندم، ويعني عايز أقول لحضرتك هو احنا مش بس بنعمل مسابقات للشباب، احنا بنعمل مسابقة هتتم في اليوم الثالث بإذن الله، وهو كابتشر ذا فلاج أو تي تي اف. دي متطورة للناس الشباب العاملين فعلا في مجال أمن المعلومات، ودي بتبقى مكونة من 10 فرق، ال10 فرق بيتنافسوا على المركز الأول والثاني والثالث، وهيكون طبعا في جوائز ليهم، وده نوع من أنواع التحفيز للشباب إن هم يلاقوا إن في استثمار فعلي على أرض مصر، في شركات تقدر تستوعب الطاقات دي وتستوعب الشباب دي وتوظفهم وتفعلهم فعلا بما يخدم مصلحة الدولة المصرية، وطبعا يدينا فرصة بعد كده ان احنا كمان ننتشر على مستوى اقليمي وعالمي بإذن الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ عمر الشربيني، مدير قطاع تطوير الاعمال في شركة ساي شيلد المتخصصة في التطوير الالكتروني.